أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل مسافر في شهر رمضان وأفطر ثم وصل إلى بلده مع صلاة الظهر، فهل عليه أن يمسك بقية يومه؟ لا شك أنه يمسك بقية اليوم. كل من كان مباحا له الإفطار في أول النهار ثم زال عذره فإنه إذا زال عذره يمسك بقية اليوم، من ذلك المسافر إذا قدم، والصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت، والنفس إذا طهرت في أثناء اليوم، كلهم يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراماً للوقت. نعم.